السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس. درسنا لليوم التعبير عن حب الوطن، والأسئلة المطلوب منكم الإجابة عنها لتكوين فقرة عن حب الوطن متواجدة في الكتاب صفحة رقم 82. المطلوب منكم أعزائي الطلاب اكتب فقرتين عن حب الوطن مستعينا بما يأتي: ألف، ما واجبك اتجاه الوطن؟ أعزائي الطلاب يجب عليكم القيام بالإجابة عن هذه الأسئلة، والإجابات تضعونها ضمن فقرة أعزائي الطلاب. ب، كيف تعبر عن انتمائك للوطن؟ جيم، بالعلم النافع والعمل بإخلاص وأداء الواجبات والمسؤوليات نحقق رفعة الوطن، وضح ذلك. دال، من صور حب الوطن حفظ أمنه والحفاظ على ممتلكاته العامة مثل المدرسة ومقتنياتها. أذكر صورا أخرى من سلوكاتك اليومية. الطلاب، لكن عند الكتابة يجب مراعاة ما يلي: أولا، ابتعاد مقدار كلمة بداية كل فقرة، ترابط وتسلسل الأفكار وعدم تكرارها، استخدام علامات الترقيم المناسبة في مكانها الصحيح، الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية المناسبة للموضوع، كذلك مراعاة القواعد النحوية عند الكتابة. إذن يجب مراعاة ما يلي عند الكتابة: ابتعاد مقدار كلمة بداية كل فقرة، ترابط الأفكار وعدم تكرارها، استخدام علامات الترقيم المناسبة ووضعها في مكانها الصحيح، الاستشهاد بالآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الشريفة أو الأبيات الشعرية أو الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية المناسبة للموضوع، ومراعاة القواعد النحوية عند الكتابة. أعزائي الطلاب، قمت بكتابة نموذج فقرة عن حب الوطن، بإمكانكم القيام بمثل هذه الكتابة أعزائي الطلاب. سوف أقرأ لكم ما كتبت: للحب صور عديدة، أنقاها وأصدقها حب الوطن، تلك الأرض التي فيها ولدت وعلى ترابها ترعرعت وإليها أنتمي. ويصدق هذا الحب واجبات اتجاهه يجب علينا أن نؤديها، فنحفظ ترابه من أي اعتداء، ونراعي ممتلكاته من أي عبث، ونعمل على رفعته بالعلم النافع والإخلاص في العمل، ولا يكون انتماؤنا إلا إليه، وضعنا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وبذلك يكون الانتماء عملا واقعا لا قولا بدون أفعال. أعزائي الطلاب، إذن المطلوب منكم كتابة فقرة أو فقرتين عن حب الوطن مستعينين بالأسئلة والأفكار الوريدة في الكتاب صفحة رقم 82. طلاب الأعزاء، أشكركم على حسن الاستماع وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.